السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كي دايرين؟ لاباس عليكم، الله يحفظكم. الإخوان هاد الدار هادي واحد ليتابليسمون ديال أصحاب اللجوء، والعجيب هو انه في هذا الحيط ديالهم كاتبين جميع اللغات، يعني حتى يعني صباح الخير، بونجور، تشاو، صباح الخير مكتوبه يعني بالحروف اللاتينيه. هاي كتشوفوا صباح الخير، غوتن تاغ بالالمانيه، يعني جميع اللغات ما شاء الله. هذا دليل ان ما كاينش العنصريه. فوالا افيك لي بوطا ليتر ديالهم، يعني سون ريزيدون هنايا. فوالا كتلقى فيهم داك انتما تشوفوا من الداخل، يعني البيوت ديالهم. فوالا الاخوان، انا خرجت غير باش منها نشم الهواء شويه، خرجت انا والبنيه ديالي، وفي نفس الوقت تقدينا شي حاجه خفيفه في السوبر مارشي. الخوت امامنا هذا الموبل هذا اللي كتشوفوا فيه، كيعاودوا كيديروا فيه الاصلاح على برا وعلى ما اعتقد حتى من الداخل. وهذا كيديروا هاد لاجيرونس اللي كيكروا عندهم الناس السكن من واحد الوقت لواحد الوقت قانونيا. لاجيرونس الا شافت الموبل مثلا توسخ ولا هذا، واحد الوقت كتصلح، لان المكتاري ثالثي خلص، فمن من الحق ديالو انه يشوف المحل ديالو او المكان اللي كيسكن فيه يشوفه جميل. هذا من جهه. وواحد القضيه الخوت وهو انه ملي كيبغيو يصلحوا هاد الناس كيديروا واحد التوب بحال داك بحال ديال الغربال، متقب شويه كيبين ولكن ما متقبش بزاف. علاش؟ باش داك الحكان ديال الحائط او داك الغبره او داك سميتو تتبقى محبوسه، ما كتمشيش للشارع. فلهذا هذا شيء جميل انهم كيديروا باش حتى الناس لا غاديين في الطريق ولا سميتو ما توصلهمش ديك الغبار وداك الشيء. ولكن هما هنايا ما كاينش شي غبره بحال شي حاجه ديال الهدم ولا سمع. شي حاجه خفيفه وصافي. هذا ما كان. وهنايا في بهذه المناسبة تفكرت أنا فاش جيت لسويس أول مرة وسكنت، يعني كانت لاجيرونس قامت بشي ثلاثة ديال الأعمال فيها إصلاح، أنهم صلحوا لي المحل من الداخل، الصباغة ومراقبة، شي لافابو ولا مهراس ولا شي حاجة كيبدلوا، لأن كيشوفوا الأعوام اللي سكنتي وهذا. وكانوا عاوتاني بدلوا لنا البيبان، لا ماشي البيبان، الباب ديال البالكون مع الشراجم ديال البيوتا وديال هذا. كانوا عندنا دوك لي تراديسيون اللي كيتسدوا كيف كنقولوا حنا باللوبه، وبدلوهم، داروا لينا واحد الشريجمات اللي كتحلوا، ما بغيتش تحلوا كله غير كتنفسوا، يعني ولات يعني دخلوا شويه ديال حاجه جديده. هذا هو اللي كاين. وملي كتكون شي حاجه اللي هي ضروري راه كيعملوها، بدلوا لك هذه. انا حتى كانوا بدلوا لي الكيفات ديال الطواليت. فوالا، المهم هادشي هذا قانون الخوت، يعني كتكريم عند واحد الاداره واحد الوقت كتقوم بالعمل ديالها اللي هو عليهم، عليك حق وعليهم الضربه وعليك انت عليهم شي ضربه بحال هذا، يعني داكشي متبادل. بارك الله في
في الإدارة السويسرية. علاش قلت بارك الله في الإدارة السويسرية؟ لأن الله سبحانه وتعالى واخا سميتو تي يعني واخا الناس ما كتكونش مسلمة وكتكون كتقوم بأعمال ديال الصلاح وديال المعقول وسندو ربي تيعاونها تيزيدها في سميتو في العمل ديالها. اخوان هاد الشارع قريب يعني قريب السكنه ديالنا، وكيف دائما كتشوفوا ان الجماعه الحضريه دايره لي فاز بيبليك يعني في الشارع انتم كتشوفوا فوالا. غير هو للاسف الشديد وهو هاد لي فاز ملي كيجي الثلج ما كيبقاوش كيتغطاو بالثلج وكيموت هاد الشيء هذا، هاد الورود اللي فيهم هاد الجمال ديالهم كيدبال وما كنبقاش نشوفوا هذا الشيء حتى كيحيد وقت الثلج يقرب شويه الربيع باش الجماعه كتعاود ثاني كتبدا تدير الاعمال ديالها كتقوم بهذا العمل من جديد وكتبرعنا بهاد المحيبقات الزوينين. فوالا هذا هو اخر محبق في هاد في الطريق هذه. ايوا الحمد لله وكاين هنايا ما شاء الله هاد الفيلا هادي بتيت فيلا والورود اللي فيها ولي فاز يعني شيء جميل ما شاء الله. اجي مورايا جي مريض لا على الناس اللي جايين شنو الطريق الاخرين الطريق غايب يا فيهاش غير حنا حتى من لي كونتينر ديال الازبال والكارطون داكشي عاطينهم حقهم في لا فيغدور. يعني اونكادغي مستورين.
شوف الخوت شحال من طبلات ديال البينبون، ثلاثة الطوابل ديال البينبون. ورغم ان الخضرار زادها وقيل الكونسيرج بكل المحيوقات الزوينين لهذا السكن اللي هو سكن اقتصادي ديال الحكومة بالنسبة للناس اللي ما كيتقادوش الأجرة، يعني في محنة مادية ما خدامينش، أو مثلا كتلقاهم عندهم شي عطب جسماني اللي ما كيستطعوش، اللي عندهم يعني عندهم واحد العلة اللي ما يمكنش ليهم يخدموا، فالدولة كتكلف بهم. وزيدهم حتى هاد المبنى هدا حتى هو كذلك، مثلا انتم شوفوا السيكتور كاين واحد الريح، كاين الشموش والريح. هنا الخوت هادشي اللي كتشوفوا بلا كولور صفر، هادي لا كاردوري ديال يعني قربوها، داروا ان كاردوري باش الناس اللي ساكنين عندهم وليدات وداكشي قريب ليهم، ما كاين لا طوبيس ولا هذا، ولا كلشي حداهم. ايوا تبارك الله عليكم الخوت، ما خليكم على خير، مع السلامه.